اهلا بكل حضراتكم مره تانية، عوده الى 10 الصبح في الاهلي، ونبتدي معاكم بقى اول فقره من فقراتنا الحواريه. والحقيقه هنتكلم من خلالها عن ملف في منتهى الاهميه، ملف المنشطات وانعكاساته الخطيره على الرياضيين بصفه خاصه وعلى النشاط الرياضي في دول بالكامل. وهشرح لحضراتكم في سياق حوارنا طبعا اقصد ايه بكلمه دول بالكامل. اللي استجد حاليا ان بقى في مصل خاص بفيروس كورونا، ويمكن نكون احنا اول ناس تقريبا هنتكلم عن الزاويه دي تحديدا. عايزين نعرف هل في مواد محظوره ولا لا في الفاكسينز. هنتكلم عن كل هذه الامور مع دكتور اسامه غنيم، وهو الرئيس التنفيذي للمنظمه المصريه لمكافحه المنشطات نادو. صباح الفل يا دكتور. اهلا، سعداء بوجود حضرتك معانا، منورنا. صباح الخير على حضرتك وعلى قناه الاهلي وعلى شعب مصر العظيم كله. اهلا بيك فندم. اهلا بيك. طبعا يعني انا بتهيألي زي ما كنت بقول احنا اول ناس ممكن نكون هنتكلم عن النقطه دي بالتحديد بعد ما ظهر مؤخرا مجموعة أمصال أو باكسينز لفيروس كورونا. هل تم التأكد من أن الباكسينز دي ما فيهاش أي مواد محظورة ممكن تندرج لاحقا تحت بند المنشطات ويبقى لها انعكاساتها السلبية على أفراد اللاعبين وعلى الدول اللي هم بيمثلوها؟ لا، الحقيقة هو الفاكسين ده عبارة إما عن فيروس ميت أو فيروس مضاعف، يعني ضعيف. وبيتعطى للإنسان علشان يبدأ الجسم يكون أجسام مضادة ضده، وبالتالي يبقى جاهز لأي في أي وقت إنه لو تعرض للفيروس الحقيقي اللي هو بقوته يقدر يقاومه عن طريق الأجسام المضادة دي. مفيش أي فيروس لحد دلوقتي أدرج في قائمة المحظورات، لأن قائمة المحظورات عبارة عن مواد يعني نقول إيه ميثودز، طرق. وبالتالي الفيروس لم يدرك تماما تحت قائمة المحظورات من وقت ما ظهرت قائمة المحظورات سنة 61 لغاية اللحظة اللي احنا فيها دي. وبالتالي مفيش أي خوف من أن أي لاعب يقدر ياخد الفاكسين وهو مطمئن. ده بعيد طبعا عن ان احنا نقدر نقول ان تم عليها ترايلز ومحاولات وإلى آخره، لكن انا بتكلم من ناحية المنشطات مفيش مشكله بالنسبه للاعب ان ياخد الفاكسين. طب من اول سنه 61 زي ما حضرتك بتقول لظهور قائمه الممنوعات او المحظورات، هل العالم مر من وقتها الى اللحظه بجائحه اخرى حتى ولو بمسمى مختلف استدعت ان يبقى في اوردر كده ان كل الشعوب في كل الدول ياخدوا فاكسين معين؟ هي الجائحه الوحيده اللي احنا كنا مرينا بيها لو تفتكر حضرتك سنه 2010 لما ظهر فيروس انفلونزا الخنازير. طب وما اعتقدش ان كان وقتها كان في يعني دعوه ان كل الناس تاخد الفاكسين زي ما بيحصل دلوقتي، لان كانت الجائحه ما هياش خطيره قوي بالشكل اللي وصل بيه المرحله اللي احنا فيها. احنا النهارده داخلين على اكتر من سنه وشهرين او ثلاث شهور. صحيح. لكن فيروس انفلونزا الخنازير كان وقتها يمكن اخذ له شهرين او ثلاثه وانتهى الى غير رجعه وقتها يعني. لكن ما كانش في ما يستدعي ان احنا نخوف الناس وان احنا ندرج او غيره. اللقاح اللي موجود حاليا دلوقتي بالنسبه للمواد المنشطه للمره الثانيه وللمره الثالثه والعاشره ما فيش منه مشكله بالنسبه للرياضي. طيب انا عندي سؤال يعني بيخيل لي انه ممكن يبقى شيق من وجهه نظر ناس كتير. الترامادول وطلب مصر بإدراج الترامادول في القائمة اللي احنا بنتكلم عليها، وصلنا لفين في الملف ده؟ الترامادول هو الصداع المزمن في رأس المنظمة المصرية لمكافحة المنشطات. ليه؟ احنا دي السنة السادسة على التوالي اللي فيها الترامادول لم يدرك في قائمة المحظورات، ولكن هو مدرك في قائمة تحت الرصد. يعني ايه قائمة تحت الرصد؟ هو تحت بقاله ست سنين تحت الرصد؟ ايوه، ست سنين تحت الرصد. القائمه تحت الرصد معناها ان المعامل بتعد عدد الحالات اللي بتجيلها فيها قد ايه ترامادول، حاله 2 3 10 لغايه ما بيوصل الى رقم بيعدي به الخط الاحمر المسموح به بيبلغ الوكاله الدوليه للمكافحه. الحاله دي حضرتك تقصد بيها حاله رياضي ما ولا ولا بشكل لا عام؟ لا لا، احنا بنتعامل مع رياضي. اوكي تمام. لان اللي بيتم تحليل العينات بتاعتهم في المعامل الدوليه المعتمده هم رياضيين. تمام. يعني احنا ما بنتعاملش مع سواقين، ما بنتعاملش مع فرانين الى اخره. طيب النهارده الترامادول في المعامل الدوليه هل هو عدى الخط الاحمر بتاعها؟ لا، ما عداش الخط الاحمر. احنا اتكلمنا مع الوكاله الدوليه اكتر من مره في موضوع ادراج الترامادول في قائمه المحظورات. الحقيقه السنه اللي فاتت تم احاله الموضوع للجنه الشؤون الصحيه والبحوث في الوكاله الدوليه لمكافحه المنشطات، وعملت بحث على الترامادول عشان تشوف هل هو بيعمل انهانسمنت او بيعمل زياده في الاداء للرياضي. للاسف لو ما بيعملش اي زياده في الاداء للرياضي، ولكن الحاجه الوحيده انه بيأخر الشعور بالتعب، وبالتالي قالوا ان ده بين كيلر او قاتل الم، وبيستخدم دائما في امراض السرطان. فما ينفعش ان انا ادرج عقار قاتل للالم في قائمه المحظورات.
انما انتوا كان عندكم في بلدكم عندكم ميس يوز او يعني نوع من إساءة استخدام للعقار، ده شيء تاني ده يتم يعني علاجه من داخل الدوله عندكم. بس هو وارد ان يكون في شخص رياضي ومدرج في قائمه يعني اتحاد ما للعبه من الالعاب ويكون بياخد ترامادول؟ الحقيقه للاسف اه في كده، في كده، وكان في احد المحطات التلفزيونيه كانت في وقت من الاوقات من حوالي سنتين تقريبا يعني عملت كان برنامج كان هايل وجابوا لاعبين كانوا بياخدوا ترامادول وطلعوا معانا في التلفزيون واتكلموا، والحقيقه قالوا احنا كنا بناخد ترامادول قبل المباراه، بس طبعا بعد ما خلص البرنامج بقى بداوا يقولوا لي الطريقه اللي هم كانوا بيحسوا بيها اثناء الاداء، يعني هو النهارده مثلا شايف الكوره جايه له من الناحيه دي وبيجري عليها في جايه من فطبعا قعدوا يحكوا بقى حاجات جديدة. قالوا هما طبعا كانوا بيندموا على انهم كانوا بياخدوا ترامادول، بس حتى المنطقي ان اللعيب لو مثلا لعيب كوره بياخد ترامادول الطبيعي انه يبقى نازل الملعب مأخر 3-4 نقلات. ما هو دي واحد اتنين هو بقى في الحاله دي بيبقى غير مدرك للمكان وللزمان أصلاً. وبالتالي يعني احنا النهارده الحوادث اغلبها على الطرق بتبقى نتيجه ترامادول، لان اللي سايق واخد ترامادول بيبقى حاسس ان العربيه اللي جايه قدامه دي بعيده قوي وهي قدامه خالص، هي قدام الاكسدام بالظبط كده مزبوط. فعشان كده بتحصل حادثه. الترامادول زيه زي الحشيش بالظبط، بيبقوا الاثنين بيبعدوا الاحساس بالزمان وبالمكان. طيب احنا عارفين ان قائمه المحظورات بتصدر كل اكتوبر لو انا مش غلطان، صح كده؟ بالظبط كده، اخر سبتمبر بتجينا واحنا اول اكتوبر بنبعتها لكل الاتحادات في مصر وكل الحاله الرياضيه في مصر عندنا، على اساس انهم يبداوا يستعدوا لو في ماده جديده تم ادراجها انها تتمنع، لانها بتخش في حيز التنفيذ من يناير الجديد. تمام. يعني هنفترض ان قائمه المحظورات جات لنا في سبتمبر 2020 وبعتناها للاتحادات وكل الجهات الرياضيه في مصر في اكتوبر 2020، دخلت حيز التنفيذ من 1 يناير 21. ليه؟ لان النهارده لو تفتكر حضرتك كان في ماده كان اسمها ميلدونيوم اللي كانت ظهرت في لعبه التنس الروسيه شيرابوف. دي لما بعت دي اللي وقفوا بناء عليها الواقعه بتاعتها ولا كان واقعه ثانيه؟ لا واقعه ثانيه احكيها لك. فاللي بيحصل ان المفروض النهارده انا كلاعب اول ما بتيجي قائمه المحظورات بشوف ايه الجديد اللي تم ادراجه فيها. تم ادراج الميلدوني اوقفه وانا عندي 3 شهور فتره كافيه ان ينتهي الجسم من الايه؟ من المفعول العقار. أوكي. الحقيقه شرابوفا فضلت مستمره في تعاطي الماده دي لغايه مرحولها في شهر يناير وقت يعني شوف بقى دي في الشهر الجديد على طول في حيث تنفيذ كان في بطوله استراليا المفتوحه واخدوا منها عينه فطلعت عينه ايجابي. فمعنى كده انا ببعت النهارده قائمه المحظورات قبلها ب3 شهور عشان لو تم ادراج اي ماده جديده ان انا استوب عن الماده دي. هو بالمناسبه هل تم فعلا ادراج مواد جديده في الفتره الاخيره اخر نسخه من لا 21 ما تمش ادراج مواد جديده وما تشالش حاجه حتى من قائمه المحظورات لانه ممكن يشيل وممكن يحط والله فطبعا بعض الناس بيتشال بناء على تعديل المواد الفعاله المستخدمه داخل العقار. عشان ادرج ماده في قائمه المحظورات لازم تستوفي شرطين من 3 اللي هم الشرط الاولاني انها تدمر الرياضي صحيا وبدنيا وفكريا، انها تخل بالميثاق الاولمبي، انها تؤدي الى زياده الاداء للرياضي. على سبيل المثال المواد المدره للبول طبعا بدون اسماء لان طبعا تربيتوا عليها اعلاني فطبعا المواد المدره للبول هل هي بتدمر؟ لا طبعا، لانها بتنزل الاملاح اللي في جسمه والى اخره فبتاثر على الرياضي. هل هي بتخل بالميثاق الاولمبي؟ طبعا بتخل، لان بيبقى في الحاله دي في غش وخداع وتزييف. طب ولو في سبب طبي يعني في دكتور اوصى بان اللاعب الفلاني اللي عنده مشكله مثلا يكتب له حاجه معينه ملهاش حل ملوش علاج غير الماده دي في الحاله دي احنا بنديله حاجه اسمها العذر المرضي او التي يو اي او ثيرابيوتيك يوز اكزامشن، وكل الرياضيين في العالم مش في مصر بس عارفين الموضوع ده. واحد النهارده عنده مرض السكر اللي هو نمبر 1 او تايب 1 اللي هو الجزء الاولاني اللي هو محتاج ان هو لازم ياخد انسولين، في الحاله دي لازم ياخد. طب لو ما خدوش ما هتبقى في مشاكل ومضاعفات الى اخره، احنا مضطرين ان احنا نديله هذا العقار وتعمل له استماره عذر مرضي ويتم الموافقه عليها من الاتحاد الدولي ويشارك في المنافسات ويشارك في اللعب ويتم عمل تحليل له وهتطلع العينه فيها الماده المحظوره. لكن في الحاله دي ما بتعتبرش الحاله ايجابيه. ايه اللي بيحصل؟ على طول احنا بنعتبر الماده كأن لم تكن وحاله الحاله الايجابيه كأن لم تكن. خد بالك ان الوكاله الدوليه يعني نقدر نقول انها يعني عامله رصد لكل المنظمات الوطنيه في العالم وعارفه هم بياخدوا العينه امتى وبياخدوها لمين والنتيجه ايجابيه، ولما تتاخد النتيجه الايجابيه هل بيتم النظر ان هو معاه عذر مرضي ولا معهوش او ان هو بيحتاج انه يحل العينه به ولا مش محتاج. لو ما كانش كده تمت محاكمته ولا ما تمتش، والعقوبه هل هي مناسبه للماده اللي هو خدها ولا لا، ولو هي مش مناسبه تبدا الوكاله الدوليه ترفع قضيه على المنظمه الوطنيه في المحكمه الرياضيه الدوليه. موضوع كبير قوي طبعا.
طب اكتر الرياضات اللي يعني اتمسكت فيها حالات معينه لتعاطي منشطات، يعني هل في رياضات معينه بيلجا البعض من رياضييها لتناول منشطات أكيد معينه؟ أكيد يعني رفع اثقال، جري، رفع اثقال، العاب القوى، القوى البدنيه اللي هي بتعتمد على مصارعه الذراعين او الرفع طبعا. اللعبه زي كمال الاجسام، الالعاب دي، الملاكمه، السباحه الزعانف، الالعاب دي كلها بتعتمد على انه بياخد مواد تزود قوه العضلات عنده، وبالتالي هو محتاج ان هو ياخد منشطات. هو مش محتاج، ولكن هو الفكر عنده وفكر المدرب بتاعه انت لازم تاخد، وما بيناقش اللاعب الحقيقه يعني. يسمع كلام المدرب ويهب، او يسمع كلام زميله وياخد الماده المنشطه، وبالتالي يتم ايقافه بعد كده. اوكي، وهل التحاليل دي بتتم بشكل دوري قبل بدايه انطلاق اي منافسات في اي بطوله، ولا يعني هل مثلا حصلت قبل كده دكتور ان في لاعب ما في دوله ما، يعني الناس وهم قاعدين بيتفرجوا عليه وهو بينافس، او هو مثلا سباق الجري او كذا، حسوا ان ده مش بني ادم، ده حصان، ده مكنه، فبعد ما شكوا فيه عملوا التحاليل فلقوا انه فعلا كان متعاطي منشط من المنشطات؟ انا موافق طبعا على هذا الكلام، وعايز اقول لك ان احنا لما بنيجي ناخد العينات احنا بنتبع ثلاث اساليب. الاسلوب الاولاني ان انا باخد عينه خارج نطاق المنافسه، يعني اروح رايح للاعب في المعسكر بتاعه او اثناء التدريب او داخل المنافسه، زي ما حضرتك بتقول دلوقتي لاعب بيلعب واحنا شفناه ان هو اداؤه اكتر من المعتاد. وفي نفس الوقت مثلا بناخد ترتيب الاول الثاني الثالث العاشر اللي هو ملوش علاقه بالاول والثاني والثالث، ولكن عشان نوري ان احنا موجودين لكل المستويات. أوكي. لاعب كسر رقم، لاعب اخذ كارت احمر في الكوره، الفيفا لها رولز معينه، احنا بناخد 2 من الفرقه الف و2 من الفرقه ب بلس اللي واخد كارت احمر. طب ايه علاقه اللي واخد كارت احمر؟ الكارت الاحمر ده دائما وابدا هتلاقيه دايما في نوع من الايه، من العنف، من العصبيه طبعا. يبقى نتيجه تعاطي منشط جايز، واخد بالك؟ فاحنا عندنا بناخد الاربعه اللي من الفرقتين، 2 من هنا و2 من هنا بلس الكارت الاحمر. اوكي، ده لازم. تاني حاجه، انت بتشايف في الملعب ناس بتبقى انت موجه نظرك عليها، في اداء غير عادي، في كسر ارقام غير عاديه، في ممكن يكون في ناس بتهرب اول ما تلاقي فريق مكافحه المنشطات وصل البطوله، تبص تلاقي البوله بتاعه اللعب فلان انسحب لانه كان تعبان، فلان مش بالصدفه يعني على طول ده بيتحط تحت بالصدفه كان تعبان وقت الكشف بالظبط كده. اول ما بنحس بهذا الكلام بيتحط تحت المنظار، احنا عندنا حاجه اسمها الانفستيجيشن او التحريات بتتم، ونعرف هو من انه نادي، من انه حته، معسكره فين، مكانه فين، ونبدا نروح ناخد منه عينه. ده حضراتكم مش فاضل لكم غير الضبطيه القضائيه وخلاص، هي الحاجه الوحيده اللي ناقصاكم هي فعلا الحاجه الوحيده. أوكي. الحاله الثالثه بقى ان احنا بناخد عينات من الرياضيين في بيوتها. أوكي. يعني حضرتك عندك اسم لاعب، عندك برنامج اسمه برنامج ادمز كده، برنامج كمبيوتر معقد للغايه، وبتتابع اللاعب في اي مكان في العالم، وعندك برنامجه بيبدا من 5 صباحا الى 11 مساء، وهو بيقول لك انا جاهز ان انا ادي العينه دي مثلا من 6 ل 7 الصبح او من 5 ل 6 الصبح. بيلاقي الراجل مراقب مكافحه المنشطات بيخبط له على الباب، يخش له ياخد منه العينه، وهو ما بيقدرش يقول لا. طب لو قال لا ياخد سنتين ايقاف قبل ما تتاخد العينه. اوكي، اصلا على طول. أوكي. لو اللاعب في مباراه وقلنا له تعالى ادي عينه وقال لا، مع السلامه، امشي، سنتين ايقاف في الحال. الكود الدولي عندنا نظم كل شيء الحقيقه، وورد فيه كل حاجه خاصه بالمنشطات، بالاحكام، بالاستئناف، بامتى ناخد عينه وامتى ما ناخدش عينه، ايه العذر المرضي الى اخره، كل شيء. ساعات كنا نسمع ان في يعني مثلا عشان حد يهرب من حاجه زي كده، مثلا لو هيتكشف عليه، لو هيتعمل له تحليل، يقال ان في حاجات معينه لو الشخص شربها ما يبانش مفعول المخدر او الماده المنشطه اللي هو تعاطاها قبل كده. فعلا بتساعد على عمليه تمويه يعني في التحليل. المواد مضره للبول هي اللي بتعمل طبعا المفعول. وهو كل الرياضيين عارفين الحكايه دي. اوكي، فلو المعمل بعت قال ان ده واخد ماده مضره للبول، بس يعني معناها ان هو ممكن يكون واحد عنده ضغط، والضغط انت عارف لما بيروح للدكتور بيقول له ايه، انت لازم دلوقتي اديك ماده مضره للبول دلوقتي ايا كان مسماها. أوكي. عشان تنزل ميه وبالتالي ننزل الضغط. لكن الرياضي في الحاله دي هو كان بياخدها ليه؟ يا اما عنده ضغط عالي، يا اما عايز يقلل وزنه من كاتيجوري 90 مثلا ل 80 عشان ننزل ميزان معين. ده بياخد حكم سنتين. طب لو كان بقى رياضي واخد المضر للبول ده لاخفاء هرمون هو واخده مثلا، فالمعمل يبعت يقول ان ده ماسكينج ايجنت او ماده اخفاء، في الحاله دي ياخد 4 سنين اللي هي نفس عقوبه الهرمون اللي هو اخفاه.
فما تضحكش على الوادة وما تضحكش على الكود الدولي وما تضحكش عليه. لا ده في ناس خسرت مستقبلها نتيجة الأمور وخصوصا هم ناس يعني عارف لو مثلا من أول ناس ضايعة بيتعاطوا مخدرات أقول لحضرتك منطقي ما ده نمط حياته، لكن ده أنت راجل رياضي وبتنافس وبتمثل الدولة اللي أنت بتنتمي إليها. بمناسبة تمثيل الدولة كنا برضو بنتكلم أو أنا قلت في المقدمة إن في بعض الأحيان ممكن دولة بالكامل تحرم من المنافسة أو من المشاركة في بطولة من البطولات الرياضية زي ما حصل مؤخرا برضو مع لاعبة روسية على حد ما أنا عارف. في شهر ديسمبر 2014 طلعت لاعبة روسية كانت لاعبة ألعاب قوة وكانت اتكلمت في التلفزيون الألماني وقالت إن أنا المدرب بتاعي بيديني منشطات. الحقيقة الوكالة الدولية قاعدة يعني صحية لكل شيء بيكتب وكل شيء بيتعرض في الميديا، وتاني يوم الساندي تايمز الإنجليزية قالت نفس الكلام. فبعتوا ناس من الوكالة الدولية عاشوا جوه روسيا من شهر ديسمبر 2014 إلى شهر نوفمبر 2015 حوالي 11 شهر، وبعدها صدرت قرارات صادمة للغاية لدولة روسيا. هذه القرارات صدرت في 2015 ولازال أثارها ممتد إلى 2022. إيقاف المنظمة الوطنية الروسية اللي احنا بنطلق عليها كلمة الرسادة، إيقافها، وبما أنها تم إيقافها في الحالة دي لأنها غير ملتزمة يتم إيقاف النشاط الرياضي داخل الدولة. تم إيقاف اللجنة الأولمبية الروسية، إيقاف جميع الاتحادات الرياضية الروسية، عدم المشاركة في أي أولمبياد أو أي بطولات عالمية تحت مسمى روسيا، عدم مشاركة الفرق الروسية بلبسها المميز، عدم وضع العلم الروسي على اللبس، عدم كتابة كلمة روسيا على اللبس، غير الغرامات المالية بقى اللي حضرتك تتكلم عليها يعني حدث ولا حرج. ده كان فضلهم شوية ويفصلوا روسيا عن الخريطة باللي حضرتك في حاجة بقى مهمة، عدم تمثيل الساسة الروس في أي نشاط رياضي خارجي. يعني أنا النهاردة طبعا بدءا من رئيس الجمهورية والنواب والوزراء والنواب وحتى الدومة مجلس النواب الروسي لو عايزين النهاردة نروح نتفرج على أولمبياد طوكيو مش من حقكم تحضروا أولمبياد طوكيو. طب دي مبالغة في يعني في لا في العقوبة؟ لا مش مبالغة. يعني ليه ما بيتمش إيقاف اللاعب المعني اللاعب اللي حواليه اللي هو عمل المشكلة؟ يعني في ضحايا هيبقوا ما لهمش ذنب، يعني في رياضيين تانيين بيمثلوا روسيا ممكن يشاركوا ولا بياخدوا حاجه ولا بيتعاطوا حاجه وعملوا التحاليل وزي كده. هيحصل ايه بقى في الحاله دي؟ اولا اتحطت انجلترا وصي على روسيا في مجال مكافحه المنشطات. يعني ايه؟ يعني اخد العينات ما بيتمش من المسؤولين الروس لكن بيجوا ناس من انجلترا ياخدوا عينات. العذر المرضي كان بيتم بيه المسؤولين الروس بقى في ناس من انجلترا تيجي. خد بالك كل ده على حساب روسيا. حتى يعني موت وخراب ديار. لا ده في حاجات تانية، ده في 1,270,000 يورو، في 100,000 يورو. طب ما يوقفوا الاتحاد اللي حواليه لغط. لا هي كانت الحكاية كلها كانت عملية ممنهجة بشكل كبير جدا. وبالتالي حتى هم شطبوا المعمل الروسي لأن لقوا فيه يعني كوربشن داخل المعمل وبالتالي تم شطبه. طيب هتقول لي النهاردة في ولاد روس ما لهمش علاقة بهذا الكلام، أنا كدولة قايم بعملية الوصاية على روسيا اللي هي إنجلترا هتقوم بالتحليل وتثبت ان الولاد دول كلين نضاف تماما ما تمش ايقافهم من قبل وبالتالي هيشاركوا في اولمبياد طوكيو ولكن للاسف هتبقى المشاركه تحت العلم الاولمبي وبدون عزف السلام الجمهوري الروسي ولكن عزف السلام الاولمبي والمشاركه في طابور هيسموه نيوترال او ناتشرال يعني حاجه طبيعيه بعيد عن روسيا. طب الكلام ده كلام خطير جدا. طبعا طبعا. وبعدين في نوع من يعني مش عايز اقول في كلمه كده صعبه قوي، هو انا شامم ريحه سياسه في القرار. لا ما فيهاش سياسه. امال ايه؟ الجرم كان كبير جدا. واحد عايز اقول لك على حاجه، في اولمبياد ريو دي جانيرو حللوا للرياضيين الروس وكل الرياضيين اللي لعبوا في اولمبياد لندن 2012 واولمبياد بكين 2008 فطلعت فيهم عينات ايجابيه وكانوا واخدين ميداليات. ايه اللي حصل؟ اتسحبت منهم ميداليات وتعاطت للي وراها. فكان الحقيقه ده كان مكسب كبير قوي للاعيبه رفع اثقال مصريه ولاعب رفع اثقال مصري نط واخد اماكن الناس اللي هي طلعت عيادتهم. هيتم في اولمبياد طوكيو 2021 سحب تاني وتحليل عينات 2012 و2016. هتقولي طب ليه 2012 و2016 وليه مش 2008؟ لان العينه بيه بيتم الاحتفاظ بيها لمده 10 سنين في المعمل، اكتر من كده بيتم اعدام. اوكي طيب، احنا يعني في معظم الاحيان لما بنلاقي ان في جدل او ان في مشكله ليها علاقه بالمنشطات غالبا ما بتكون يعني المرجعيه بتاعتها تعاطي اللاعب لدواء معين او ماده محظوره موجوده ضمن المواد الفعاله الموجوده في دواء معين. لكن هل وارد، واعتقد ان دي برضو حصلت قبل كده، ان ممكن حد يكون بياكل اكل عادي ما فيهوش اي حاجه يبقى بالصدفه من ضمن المواد المستخدمه في عمليه الطهي ماده ما مدرجه في القايمه اياها اللي احنا بنتكلم عليها؟ الحقيقه حصلت عندنا في مصر هنا من 2016 ان كان الكبده اللي بتتباع في الشوارع فيها هرمون، والهرمون ده
كان مدرك في قائمة المحظورات. لا يا فندم، تكلم حضرتك تكلم جد في الكبدة. أنا بتكلم جد. يا نهار أبيض. ده أنا ما ينفعش حد يحلل لي ده، أنا واكل نص الكبدة الإسكندراني اللي في البلد. ما خد بالك بس الكبدة لها أماكن معينة، عندك هنا أماكن في رمسيس وفي غيره وفي غيره وفي غيره، واخد بالك يعني عشان بس ما نعملش دعاية للزين. واخد. يا نهار أبيض. اللي حصل إيه؟ إن هي كانت لاعبة. واخد سندوتش كبده او اخد سندوتش لحمه او كمان اللحوم المصنعه، احنا الحقيقه بنحاول ان احنا نبعد رياضيين عنها، وراحت وهي هناك في المعسكر جم خدوا منها عينه. فطلعت العينه ايجابي. فاحنا اللجنه اللي عندنا اللي هي لجنه السماع والعقوبات اعطتها سنتين ايقاف، فهي قدمت استئناف قدام لجنه الاستئناف الوطنيه، نزلت العقوبه من سنتين الى 6 شهور. أوكي. وده بيني وبينك غلبان يعني، اللي هي يعني صعبين علينا كلنا وعلى اللجان والى اخره. لما رفعنا الامر للوكاله الدوليه راحت رفع علينا قضيه في المحكمه الرياضيه الدوليه، ورفعت العقوبه من 6 شهور ل4 سنين. اوف. احنا إيه بعدها كرينا، بدل ما كانت حاله واحده بقينا 6 حالات في مصر. ابتدينا نعمل سيرش، لقينا ان احنا الدوله الوحيده في العالم اللي عندنا هذا الكلام، وبالتالي احنا ابتدينا نجري على الوكاله الدوليه، لان احنا اعتبرنا ان ده يعني عمليه صعبه للغايه. فعرفنا ان الهرمون ده بيتعاطى في المكسيك، امريكا، كندا، الصين، البرازيل، ومع ذلك مفيش اي حاله ايجابيه. هو اللي بيحصل ان حضرتك النهارده لما تيجي تهار من الحيوان بتدي له الهرمون ده، ده بيزود كميه اللحم ويقلل كميه الايه الدهون. فيزود الايه الوزن بتاعه، يقول لك يرمي وزن. ففي الحاله دي الهرمون ده بينتقل من لحم الحيوان الى الانسان دون ان هو يموت، لا بالتجميد في الثلاجه ولا بالغليان اثناء الطبخ. طيب عشان ما يتنقلش، ايه اللي بيحصل؟ المفترض انك انت بتسيب الحيوان لمده 15 يوم وتذبح بعد كده، مش هتلاقي له اي اثر. لكن هنا احنا بنهرب من الحيوان وبعدها مثلا بتاعت 4 ايام بنذبح، يبقى لازال لسه الهرمون موجود في جسد الايه الحيوان بقى يعني الانسان. ايقاف 4 سنين عشان سندوتش كبده في الاخر. عندنا حاجه اسمها ستريكت لايبيليتي برينسيبل، او مبدا الصرامه في الكود الدولي. اللاعب مسؤول عن كل ما يدخل جوفه من اكل وشرب وعلاج. ايوه بس هو اللاعب هيحلل الماده اللي بياكلها؟ مش هيحلل، ولكن هي الحقيقه ما دي اللي كان خلانا ان احنا نتحرك. فاحنا كنا طالبين وقتها ان حد معانا هنا يقول ايوه فعلا احنا بنعمل الهرمون ده، ولكن الحقيقه ما كانش فيه مسانده. احنا بجهودنا الذاتيه يعني، احنا مش هنقول احنا عملنا ايه بالظبط، قدرنا ان ربنا وفقنا واثبتنا الوكاله الدوليه. سحبتوا سندوتشات الكبده من السوق يا فندم؟ لا لا، اشترينا كبده وحللناها وطلعناها عينات ايجابي، واخد بالك؟ وبناء عليها تم يعني رفع الايقاف عن كل الولاد اللي كانوا موجودين، هم كانوا 6. ويا رب بس يجعل كلامنا خفيف على الكبده، لحد دلوقتي ما ظهرتش لسه حالات جديده. ربنا يصلح الحال. ايوه ربنا يصلح الحال. ربنا يستر. طب انا برضه عايز اسال حضرتك ان برضه كان من فتره كده سمعنا يعني كان في لغط كده حوالين اتحاد رفع الاثقال، وان كان في كذا حاله برضو يعني حصل معها اللي احنا بنحكي فيه ده، فالملف ده وصل لفين يا دكتور؟ بص سيدي، هو رفع الاثقال ده الحقيقه يعني اتحاد غلبان جدا في نظري يعني انا. يمكن في ناس تانية اللي هم انت عارف هم واعيين مع بعض وبيخبطوا في بعض والى اخره. في 2016 احنا عملنا تحليل ل 37 لاعب ولاعبه كانوا عاملين معسكر في فيوم، فطلع فيهم حالتين ايجابي و35 حاله سلبي. بعدها باسبوعين كان في بطوله افريقيا هنا في مصر، فالاتحاد الدولي ما رضاش يخلينا احنا ناخد عينات، وبعت ناس من عنده حللت، فطلع فيه 7 حالات ايجابيه بماده واحده. وعلى فكره دي كانت غريبه. ليه؟ لان مفترض النهارده لما نحب احنا يعني رياضيين وبنلعب، حضرتك بتاخد هرمون شكله وانا شكله والثالث شكله والرابع شكله وهكذا، لكن ان السبعه يطلع الماده بتاعتهم واحده، ده كان كلام غريب قوي. طب اللي حصل بعدها ان الولاد دي تم ايقافها في 31 يناير 2016، ينتهي ايقافهم في يناير 2021. دول انتهى ايقاف. بعدها بسنتين الاتحاد الدولي يعني هي انا بعتبرها مؤامره، ما بعتبرهاش ان هو فاق، شكل لجنه اندبندنت كوميتي اللي هي لجنه مستقله، واللجنه دي عملت ايه؟ رجعت على مصر واعتبرت ان ال7 حالات دي ايقاف، لابد من تغريم مصر غرامه ماليه 200,000 دولار بلس انك انت توقفني سنتين. طب لما انت عايز تديني حكم، كنت اعطيتني الحكم ده من وقت، ما اعطيتنا حكم الولاد. يعني كنا احنا وقفنا طبعا الولاد ديا، وقفنا واعطينا الغرامه الماليه على مصر، ولو مصر ما دفعتش اروح جاي اعطي لها الايقاف. طب فايقاف مصر ينتهي في سبتمبر 2021. وجت بقى الموضوع الثاني اللي هو كان في سبتمبر 2019 في البان افريكان جيمز اللي هي كانت في المغرب، بيحللوا الولاد، طلع فيه 6 واخدين ال6 ماده واحده. ولكن هذه الماده ما تنفعش للاعب رفع الاثقال، دي عايزه واحد بيلعب سباحه، بيلعب العاب قوى، بيلعب الحاجات اللي فيها ايه سرعه رد فعل. ولكن الراجل بتاع رفع الاثقال ده محتاج حاجات تدي له ايه بناء عضلات طبعا. فالماده دي ملهاش فايده. فكان في 6 من الولاد دول، وده اعتبروا ان في حسن نيه يعني، او ان هي لحد دلوقتي فيها حسن نيه. واحنا قلنا ان احنا طبعا دولت مش، لان ده ايه
غالبا ده مكمل غذائي لان هم 17 لاعب وال17 بياخدوا من عدد من العبوات. انا عايز ادي بس هنت كده لزمايلنا الرياضيين ان المكملات الغذائيه غير امنه. 66% من هذه المكملات ملوثه بهرمونات واي مواد محظوره. لا ده احنا هنا لازم نعمل وقفه يا دكتور بعد لان احنا بنتكلم من اول الحوار احنا بنتكلم على الرياضيين بالشكل الكلاسيكي اللي هو اسمائهم مدرجه في قوائم معينه وتابعين لاتحاد معين لرياضه معينه، لكن انت عندك كميات كبيره جدا من الشباب اللي هم مش بينتموا لنادي بعين ولا بيلعبوا رياضه معينه بس بيروحوا الجيم باستمرار. وحضرتك عارف بقى فتحت الفورمة عشان الفورمة فتحت موضوع صعب لا قوي. ده بس خلي بالك حضرتك ده يهم ملايين البني ادمين. عايز اقول لحضرتك ان وزير الصحه الاسبق مش هقول سنه كام يعني قال ان نسبه العقم بين الشباب المصري 30%. نسبه العقم لما تبقى 30% وانا عندي شباب مصري 65 مليون يعني 19.5 مليون شاب وفتاه اصيبوا بالعقم نتيجه ايه؟ تعاطيهم المواد اللي موجوده جوه المكملات الغذائيه. 66% من المكملات الغذائيه ملوثه، 34% سليمه. لو انا حطيت 100 عبوه قدام حضرتك كده انه فيهم الملوثه وانه فيهم السليمه مش تعرف، هي باي لك كده. والحقيقه باي لك طبعا مش باي لا 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 يا فندم لا اللي مكتوب على العبوه المواد الانجريدينت الموجوده بره حاجه والماده المحظوره اللي جوه حاجه تانية. عشان كده احنا بنقول عليها كونتامينيتد او بوليوتد. ليه؟ لان لو كانت مدرجه كانت المصنع هيعمل ايه؟ هيكتبها. طب ليه ما بيبقاش بالتنسيق مع وزاره الصحه؟ ليه ما يكونش فيه او حتى يتم الاعلان عن المكملات الغذائيه معينه النوع ده او الانواع دي يا شباب امنه خدوها ومصرح بيها من وزاره الصحه؟ لابد ان يبقى مرخص او مسجله او مصرح بيها من وزاره الصحه. انزل حضرتك كده اي مول من المولات الموجوده او الصيدليات او المحلات وهات اي عبوه موجوده قدامك دي، ولو لقيت عليها مصرح او مرخص او مسجله يبقى كويس. كل ده داخل تهريب او داخل بصحبه راكب وبالتالي ما حدش عارف ايه الكونتنت بتاعتها، فبياخدها اللاعب وهو حظه، يا تطلع من 66% اللي هي الكونتامينيتد او الملوثه، يا تطلع من 34% اللي هي السليمه. ولو طلعت من 66 يعني غالبا اول انعكاس سلبي ليها هيكون عقم. لا ده اول حاجه احنا في عندنا الاعضاء في الجنسي، ادي واحد، اثنين العقم، ثالث حاجه واخطرهم اللي هو السرطان. اوف. لانك بتلعب في هرمونات الجسم. والحقيقه احنا اتكلمنا في الكلام في الموضوع ده كتير. دي نقطه خطيره جدا. ويا ريت يعني احنا بنطلب من الاعلام لان انتوا بصراحه كإعلام مسموعين ومتشافين من عدد كبير جدا من مش من الرياضيين بس، من الناس كلها، انها تصل الى الرياضي او للشاب. في واحد يقول لك ايه؟ طب ما انا اهو بقالي سنين اهو باخد اهو وما فيش حصلليش حاجه مثلا. ما انت على اللونج ران هتبص تلاقي نفسك انك النهارده اصبت بضعف الجنس. ده النهارده لما الجهاز المركزي للتنظيم للتعبئه العامه والاحصاء يطلع لك ان انت عندك 22 55000 حاله جواز فيهم 11000 حاله طلاق في الشهر الاول من الجواز، يعني 22%، دي نسبه عاليه جدا. طبعا عمر ما كان الشهر الاول هيبقى خلاف مادي ولا خلاف للاكل او خلاف في الاكل، بطبيعه كلها بتبقى خلاف جنسي طبعا نتيجه تناول المكملات الغذائيه. المكملات الغذائيه عشان تبقى سليمه لابد من تحليلها، ولابد من ان الباتشات اللي هي جايه دي بالكامل تتحط تحت المراقبه الدقيقه، ويتقال ان ما فيهاش هرمونات ولا اي مواد محظوره. احنا الحقيقه هنا لجأنا لاحد المعامل المركزيه هنا في مصر اللي هي تابعة لوزاره الزراعه، وطلبنا منهم ان هم يحللوا لنا بعض المواد اللي هي المكملات الغذائيه. قالوا لنا هو الموجود عندهم بس الهرمونات، لكن بقيت لسه قائمه المحظورات ما هياش موجوده عنده، يبقى في الحاله دي مش هينفع، لان هو ممكن ما يبقاش فيها هرمون ولكن ملوثه بماده ثانيه زي ولادنا بتوع رفع الاثقال اللي كانوا سقطوا في المغرب بالموضوع ده. طبعا. فدي طبعا عمليه صعبه جدا. ده موضوع في منتهى الخطوره طبعاً. لان يعني اكيد حضرتك تعرف يعني العشرات من الناس اللي بيروحوا بشكل منتظم للجيم وبياخدوا مكملات غذائيه معتقدين بالخطا ان هي امنه. بلاش نفتح موضوع الجيم عشان ده عايزه قاعده لوحده عشان ما نخشش في حاجه ثانيه، ان بتتباع فيه بودره السيراميك وبودره السبيداج على انها مكملات غذائيه والعبوه كده معاها بودره سيراميك. امال ايه؟ طبعا دي بقى اللي هتعمل عقم ولا حاجه، دي الحمد لله بتخش على السرطان على طول. يا ساتر يا رب. اللهم احفظنا جميعا. يعني الحقيقه كلام حضرتك شيق ومفيد جدا، وبتمنى يعني لو وقت حضرتك يسمح ان احنا ان شاء الله نكمل حوار في اقرب فرصه، لان الحقيقه كل النقاط اللي حضرتك بتتكلم عليها كلها اهم من بعض الحقيقه. فانا بشكرك جزيل الشكر دكتور اسامه، نورتنا. شكرا. وهستاذن حضراتكم هنطلع فاصل سريع ونرجع مره ثانيه نستكمل فقراتنا الحواريه في 10 الصبح في الاهلي. اتفضل.